وقد يلوذ بالكتمان كثير من المصابين بمرض وبائي هم وذووهم، ويتهربون من إعلام السلطات المسؤولة تهربا من العزل والحجر. ولذا فإن الإسلام جعل من المسلم على نفسه محاسبا ورقيبا، وأراد منه أن يكون مع الأصول الصحية، فرغبه بالطاعة وحذره من العصيان، فمنح ثواب المرابط في سبيل الله لمن التزم بالحجر راضيا ولم يخرج من أرض أو منطقة الوباء، ومنح ثواب الشهادة لمن أصيب فمات، وجعل عقوبة المتهرب من العزل والحجر كعقوبة الفار من زحف الجهاد المقدس.